السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة. اليوم غادي نقدم لكم املو بالكاوكاو، الفول السوداني والزنجلان السمسم. كيجي لذيذ بزاف وبطريقة اللي هي سهلة جدا وسريعة. غادي نحتاجو 500 غرام ديال الكاوكاو اللي كيكون صغير، هذا الكاوكاو البلدي. وغادي نحتاجو 125 غرام او نص ربعة ديال الزنجلان اللي مغسول ومنقي، محمر واحد شوية في المقلاة. هنايا غنحتاج لزيت الزيتون باش نحصلوا على واحد الاملو اللي هو صحي ولذيذ في نفس الوقت. عاده كيتحضر بزيت الارغان، ماشي كلشي متوفر عنده زيت الارغان، حتى بزيت الزيتون كيجي اكثر من رائع. بالنسبه للكاوكاو هنا ممكن تعوضوه ايضا باللوز، ممكن ايضا ديروا غير كاوكاو وتستغناو على الزنجلان، ولكن مع الزنجلان والكاوكاو كيعطي واحد المذاق هائل. الان كنجيبوا الكاوكاو ديالنا وغنديروه في واحد اللاطه وغندخلوه للفران. بالنسبه للفران كيكون سخون من قبل على درجه حراره متوسطه. بعد ما كندخل اللاطه ديالي للفرن كنبقى مراقبها، مره مره كنحركو بواحد المعلقه ديال العود حتى كيتحمر هذاك الكاوكاو بالتساوي باش ما يجيناش محروق، خصوصا الا كان الفران سخون بزاف تردو البال باش ما يتحرقش لينا. بعد ما كنخرجوه من الفران بعد ما كيتحمر كنخليوه حتى كيبرد تماما، عاد كنحيدو له القشور ديالو وكنبداو نطحنوه في الطحانه الكهربائيه. كنطحنوه مزيان حتى كنحصلوا عليه بحال البودره ديال اللوز. الان بعد ما طحنت الكاوكاو ديالي كنحصل عليه بهذا الشكل، هذا كيكون بحال البودره. كنوضعو في واحد الاناء كبير اللي غادي نخلط فيه من بعد، وكنكمل بنفس الطريقه. كنطحن الكميه ديال الكاوكاو اللي عندي كلها، كنطحنها مزيان وكنديرها في هذاك الاناء حتى كنكمل. وغادي نرجع بنفس الطريقه غادي نطحن الزنجلان. بعد ما طحنت الكميه ديال الكاوكاو اللي كانت عندي كلها غادي ندوز نطحن الزنجلان حتى هو. كنطحنو بنفس الطريقه، كنطحنو حتى هو مزيان حتى كيولي على شكل معجون، غير ما كنخليوش بزاف عاوتاني كيطحن حتى كيطلق الزيت ديالو، لا كيكون باقي شاد فراسو بحال الكاوكاو. بعد غادي نرجعو نشوفو التتيمه ديال التحضير. هنا الزنجلان ديالي بعد ما طحنتو كيكون على هذا الشكل. كنخلط كل شيء في هذيك الجبانيه او في هذاك الاناء اللي غنخلط فيه المكونات كلها. بعد كنبداو نخلطو عادي، هذه الطريقه هذه راه كيجي بها رائع جدا، بحال الا مصوب بالرحه اللي كيتصوب بها عاده، خصوصا اللي ما متوفرش عندهم. دابا غادي نحتاج لزيت الزيتون، عندي لتر، غنحتاج لتر ديال زيت الزيتون وشويه ديال العسل باش غنحليو، او لا السكر، السكر بودره، السكر كلاصي ماشي سكر سنيده. دابا كنبدا نخلط بزيت الزيتون، كنبقى نضيف زيت الزيتون، كنضيف واحد شويه ديال العسل، الكميه على حسب الحلاوه اللي بغينا، وكنبقى نخلط كنخلط وانا كنضيف زيت الزيتون حتى كنحصل على الكثافه اللي بغيت. هو ما كيكونش سائل بزاف وما كيكونش ثقيل بزاف، كيكون بين وبين صافي. بعد ما كنحصل عليه انا ضفت هذيك لتر ديال زيت العود كلها، بقى لي غير واحد شويه، كنحصل على الخليط ديالي بهذا الشكل، هذا كيصبح جاهز للتقديم. كيجي لذيذ بزاف، رائع جدا. فقط استعملوا زيت الزيتون لما تكونش حاره، كتكون حلوه، راه كيجي زوين بزاف. كنتمنى تجربوه. الان كنجيبوا قراعي ديال الزاج اللي كيكونوا مغسولين مزيان ومعقمين، وكنشفوهم من الماء وكنخويو فيهم الخليط ديالنا وتنحتفظوا به في المطبخ في الثلاجه او غير في المطبخ في البلاكار. كنتناولو هكا في الفطور او في الكوتي، كيجي هو صحي جدا والمذاق ديالو لذيذ. كنتمنى تجربوه، وكيكون هذا هو الشكل النهائي للوصفه ديال اليوم. كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. كيف ديما الى عجبتكم ما تنساوش ديروا جيم، شاركوها مع الاصحاب والاقارب ديالكم باش يعم الفائده، وشاركوا معايا في القناه الا كنتو باقي ما مشتركينش، وضغطوا على الجرس اللي كينحدى زر الاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد.